الكرام، راح بيكون الترحيب مع حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي مطبخ العراقيه. مشاهدينا الكرام، احنا الان راح نبدي نشتغل اطباقنا ونتحدث عن اطباقنا. قبل ما نبدي نتحدث عن الاطباق راح نسولف ويا الشيف اسراء. اسماء، اهلا يا شيف. اسماء لو اسراء؟ اسماء. زين، ليش غلطت باسمك كان دائما؟ ليش يمك ان شاء الله. نورتينا، مرحبا. يمك اكثر، هذا نورك شيف. الشيف اسماء متميزه جدا في اعداد كبب، وتخصصها في انتاج الكبب والبرجر ايضا، يعني هذه الاطباق المعينه اللي راح نسولف عليها هي تخصص بيها، وبطله من الابطال، وداخل ايضا حاليا مسابقه برجر. مسابقه برجر بغداد. برجر بغداد او ملك برجر بغداد. ملك برجر. ان شاء الله موفقه يا رب. اشكرك شيف في دول قلبك. اسماء، ايش راح تسوي لنا اليوم؟ راح نسوي الكبه الموصليه اللي متحشيه طبقتين. نعم. وراح نسوي كبه السراي. كبه السراي. احنا على فكره مشاهدين الكرام، انا قبل هذه الحلقه ذوقت الكبه، ما شاء الله هي مسويه كميه من الكبه جاهزه مسبقا وذوقتنا، وانا تغديت كبه اليوم فضلنا الله، حتى ريق متريق انتظار تجي. وراح تسوي لنا هسه ايضا الكبه بتفاصيل كامله. ها شنو عندك هنا؟ البرغل والجريش. نعم، هذا الخاص مال منو؟ الخاص للموصليه. كبه الموصليه. الموصليه كيلو. نعم. خلينا نقول جريش. نعم. نص برغل. نعم. خاشقة أكل سوداء. ملعقة طعام سوداء. أي ملعقة طعام. ملعقة طعام عندك نفس الشيء ملح. نعم. زين، وتنعجن وتنفتح بالشيبك والنايلون والقالب. والقالب تقطعيه بيه. زين، تنفتح قطع. أحب أسأل سؤال أنا. أي سألك. هسا إحنا هاي قلنا جريش برغل، إيش قد نخلي جريش قد برغل؟ الجريش كيلو. نعم. ونص برغل. مقابلة الجريش. لأن الجريش يلزم أكثر من البرغل. إي تمام. هو هذا السر اللي يخلي ما نخلي بيها لحم بالقشر. اي اكو اني محضره لحم، اذا اكو ناس تحبها باللحم، اكو ناس تحبها لا بدون لحم تسويها. زين، هذا اللحم بيدين يرهم بالقشره منه؟ اي عادي، اذا دهنه خفيفه ترهم. ترهم، واذا اكو كميه جريش. واللي كبيرة. اللي يحبها او ما عنده، ما موجود عنده اللحم، يقدر ياخذ صدر دجاج. يشتغل مع العجينه؟ يشتغل، اي صدر الدجاج. المهم احنا جهزنا عجينه مسبقه عندنا مو؟ اي عجينه مسبقه عندنا وكامله. عندنا عجينه كامله. اي تمام. ممتاز. أنا هسه طبعاً سخنت لك المي حتى نسلق بالكبة بعد ما تلفينا أول وحدة، وأيضاً هنا جهزت قدر حتى نبدأ نشتغل أطباقنا أيضاً لهذا اليوم. إحنا اليوم راح نسوي نوعين كبة، راح نسوي كبة موصل وكبة السراي، فأنت يا ريت بتشيلي بكبة الموصل. يلا وبالعجينة الجاهزة اللي عندك، ونسولف أيضاً نعجن العجينة بعد قليل بعد ما تخلصين الكبة تفرشيها. تمام. نبدأ نعجن العجينة ونسولف عليها حتى تكون سهلة للمشاهد أنه يعدها. تمام. اما فيما يخص اطباق نحن اللي راح نشتغل هذا اليوم، راح نشتغل طبقين. الطبق الاول الرز الاسيوي مع الروبيان. الرز الاسيوي مع الروبيان راح نشتغله بشكل كامل ومميز وبامكانيات متوفره عندنا داخل المنزل، يعني ما بي صعوبه، ما بي اشياء قد تكون صعبه نحصل عليها. بنفس الوقت ايضا مشاهدين الكرام، راح نجهز طبق اخر اللي هو الستيك. الستيك المشوي راح نشويه ونقدم معاه مجموعه من الخضروات، راح تكون عندنا جاهزة عندنا بالطبق ومكمل غذائي لطبقنا لهذا اليوم. أنا بداية خليني بس أبدي بعد ما بدي يجف عندي القدر هنا أو يسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي يجف عندي هنا القدر أو يسخن. بسم الله، دقائق فقط. شيف هسه أبدي أخذ حبة من البصل. بسم الله. حبة من البصل مقشرة. يفضل طبعا البصل الحار، احمر ابيض يشتغل ماكو مشكله، المهم يكون بصل حار حتى يعطي نكهه. طبعا احنا من نشتغل هذا الطبق اسيويا او نشتغله بالمطبخ الاسيوي او المطبخ الصيني، مو نشتغله احنا يعني في منازلنا، يستخدمون به بكثره البصل الاخضر. البصل الاخضر اللي ما يتمتع به من نكهه عاليه خصوصا في منطقه الساق، الساق والاوراق الخضراء تكون دائما مركزه بالطعم ومميزه جدا ايضا بالطعم، مركزه ومميزه. أبدي بالشكل هذا. خليني بس آخذ بسم الله إناء الزيت وأسكب بالقدر. زيت أو دهن أو زبدي يشتغل عندي ماكو مشكلة، كل الأنواع تشتغل عندي هنا ما عندي مشكلة. بسم الله. عندي البصل ايضا صار جاهز. ايش راح نسوي احنا للبصل؟ نقطعه الى نصفين. بما انه الطبق اسيوي راح نعيش اللقطه حتى بالتقطيع راح يكون بالساطور.
تابع على كيفك. اسمع على كيفك بسرعه نزلتي بينا جول. شي فايس داخل احضر لك الفتحات. الله يخليك، شكرا جزيلا. احنا نبدا نقطع البصل تقطيعه سريعه مثل ما تشاهدون، ونبدي ايضا نترك البصل على جانب، احنا اخذناه نتركه على جانب، بس نجيب هنا نخلي فيه. نبدي بهالشكل ونتركه على جانب. ايضا نبدي ناخذ الجزر. طبعا جزر انا برايي مش ما بينا نكثر بيه، لانه كقيمه غذائيه فهي قيمه عاليه اولا، اثنين كنكهه يعتبر المواد العطريه والميربوالي يفضل استخدامها مع البحريات، دائما نستخدمها احنا مع البحريات، بالتالي نحصل بها على نتيجه جدا مرضيه. ابدي ايضا اجهز كمية الجزر الباقية. بسم الله. شكل وضعنا الان الجزر وين؟ داخل القدر. اسرع عندي ارفع الحراره. ايضا هالشكل. نبدا نقطع. هاي الفتحات جهزت عندي. نعم فتحات جهزت مال الكبة. هسه نتفرج حتى نبدي نلف الكبة هذول، بعد راد فتحة أخرى حتى تصير. هاي ثلاثة مو صحيح؟ ثلاثة ثلاث طبقات؟ ما شاء الله. أنا اللي حضرتها من ثلاث طبقات. طبعا الجزر هذا احنا عادة اذا نشتغل به في غير الموسم هو مستورد، فلذلك يكون قاسي بالتقطيع بالتفاصيل. انا ما افضل انه نكون احنا سارقين الجزر، لانه ما راح نحصل منه على قيمه غذائيه عاليه، اغلبها راح يكون بالمي، نحتاجه بهالشكل هذا يكون فريش. ونبدي التحريك السريع تو نستعد فقط. نبدي نحرك بسرعه. أنا يهمني جدا انه اغطي هسه حتى بخار، حتى بالبخار الجزر عندي ياخذ استواءه، ببخاره هو نفسه ببخاره نفسه ياخذ استواءه بهالشكل. مالتنا احنا مقطعين بصل عندي موجود هنا، راح اقطع ايضا فلفل الوان
الشكل او بهالطريقه. شكل بسيط وجاهز. الطريقة هذا ناخذ حبة واحدة من الفلفل الأخضر الحار، حبة واحدة طبعا مو كلش حار، هذا فقط اسم يعني، بس ضروري جدا عندنا مع الرز لأنه راح يعطي نكهة جدا عالية للروبيان يعني، وبنفس الوقت أيضا يدعم الطعم والنكهة ويسحب رائحة الزبد الخاصة بالروبيان. بس احنا عندنا جزر هنا يتعرق بالماء مالته، اذا تشاهدون البخار ده يطلع عندي يتعرق بالماء مالته، راح نرجع نحركه مره ثانيه. طبق عندنا 50 ل 60%، راح ابدي اسحب الان البصل اضيفه مع الطبخه، بصل اضيفه مع الطبخه ابدي احرك. طبعا البصل هنا حتى يستوي يحتاج الى 3 دقائق او 4. هالاثناء ايش راح نسوي احنا؟ هالاثناء راح ناخذ الروبيان بالشكل هذا، نبدأ نضيف، نضيف التفاصيل، الشكل، قطع روبيان، أنا جدا يعني من عشاق روبيان في كل حالاته وفي كل طرق طبخه، خصوصا اذا كان اكو عندنا شوربه خاصه بالروبيان، او اذا ضفنا الروبيان مع مجموعه من البحريات وعملنا شوربه السي فود اللي هي من الشوربات راقيه جدا ومميزه في الاجواء البارده، مميزه بالاجواء البارده. عندي هنا مثل ما تشاهدون الروبيان اتركه بعد يخلص استوائه بدون ما اغطي، لانه ما اريد بالماء مالته كله، اريد يبقى الماده الجوسي بداخله، وارجع اشوف اسماء شو سوت. فتحنا الفتحات اسماء الاسرى اسماء زين اي احكي لي. فتحناها بالشيبك. كم طبقه سويت بني؟ ثلاثه. ثلاث طبقات نعم. اي راح صرت ثلاث طبقات. الكبه الموسميه ابدي بالفينيا على كيفك يلا. من بهذه الطريقة. نعم. هذه الحشوة مالتها. نعم. الحشوة عبارة عن شنو؟ بصل ولحم ولية وبهار. بصل ولحم ولية وبهار. ما يخالف اقدر اشتم هالحشوة؟ شمه. نعم. ايش قد حطينا لحم؟ ايش قد حطينا بصل؟ ما شاء الله رائحة جدا زكية. ايش قد حطينا لحم؟ ايش قد حطينا بصل؟ احنا اذا نحسب على الكيلو نخلي مقابله كيلو لحم. العفو كيلو اللحم مش قد تخلي مقابله بصل؟ نخلي ربع. ربع بصل 250. نعم. اي ونخلي مقابلها لي همين ربع لازم يعني لي حتى كيلو لحم ربع بصل ربع تمام. اي نقدر نكثر البصل اكثر؟ البصل تكثره هو النكهه يعني باللي اكثر تصير نكهه باللي باللي يعني هسه كيلو لحم ربع بصل ربع تمام. لي ايش قد تخلي البهارات؟ بهارات ملعقه طعام. ملعقه طعام. عندك معلومه عن البهارات تخليها شنو؟ لو هي اكو خليط عندك مال كوبا هي موصلية. خليط مال موصلية زين. واللي ما عنده يريد يحضرها بالبيت يخلي سبع بهار. نعم. القرنفل المطحون. نعم. الفلفل الاسود. نعم. والدارسين وجوزة البوة اللي هي جوزة الطيب. جوزة الطيب بالاضافة الى الفلفل الصيني اللي هو احنا نسميه كبابة. كبابة عافية احسن. اي كبابة ضرورية جدا. هسا احنا حشينا هاي الاولى. نعم. وهاي الثانية هم نحشيها. شوية داريها بالحشوة. صار. تعرفين اني غديت قبل شوي وراح اسوي جواعة مال العصر. يلا دلل شيء. تسلمين يا ورده. مشاهدين الكرام اني بديت اقلب الان المزيج، بديت اقلبه، اكو عندي نسبه مي هنا نزلت من الروبيان، الروبيان بنسبه عاليه من المي، نحاول احنا نسيطر على هاي النسبه من خلال انه ما نغطي القدر يعني نخلي ينزل كميه مي بسيطه ونتركه الان ينشف عندنا بشكل تام. ينشف المي عندنا بشكل تام. نرجع نغطيها. بس دقيقة، هاي حطيتي الطبقة الأولى؟ إي هاي الأولى. نعم.
بدي بهذا الشكل اطلع الهواء من عندها. نعم لازم يطلع منها الهواء. احكي لي شلون يصير يعني اتمنى طريقه اللصق القطعه بقطعه الوجه شلون؟ اي هذه مثل هذه هسه راح اشوف فوقها. نعم اي فوقها هسه هاي مو الاولى. نعم تبدين تدفعين منين؟ من الوسط الى الخارج. عيدي عيدي عمليه فرش مال العجينه. راح اعيدها هذه بهالصوره. اه حلو تمام تمام. راح ابدي ادفع من الوسط للخارج على مود الهواء يطلع. هواء يطلع اي حتى نعم. ما تنفتح الكوباية. نعم. هذه الطريقة هسه بعد ما تأكدت انه ما بيها هواء ابدي تقفليها. اقفل الطرف مالتها. هاي التقفيل مهم جدا حتى ما يدخل مي جوا. ما يدخل مي. نعم. وما تنكسر بنفس الوقت. ما تنكسر. اي تطلع يعني حتى لو حبيت اسوي اكبر حجم اكبر. نعم. عزومة خاصة او فتشي اسوي. ذيك كبيرة. اي تطلع مرة. اطلع مش وحدة انا. بعيني امر. شو بتسوي بها؟ ان شاء الله. قريبا؟ قريبا من ترجع من السفر تاخذ. اي ان شاء الله. اريد اثنين. صح. واحدة عليك واحدة علي. صح. زين؟ لا اثنين هنا عليك. لا لا واحدة عليك واحدة علي. هاي كملت جهزت عندي. احنا مشاهدينا الكرام عندنا هاي سابقا معدة وجاهزة. وهذا راح نبدي نسلقها. بس انتظري شوية المي يغلي عندي حتى ابدي اسلقها. تمام. اوكي؟ تمام. هذا المي هم تحطون وياه زيت لو بدون زيت؟ لا بدون زيت فقط ملح. فقط ملح. ملح. الملح يساعد على تماسك اكثر. تماسك حتى ما تنفتح العجينة. ان شاء الله بس خليني اخلص هنا من الروبيان. هسه راح ابدي اضيف الفلفل الان اللي عندي هنا. فلفل الوان وفلفل اخضر حار قرن واحد حطيت حتى نحصل على النكهه المطلوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايضا راح ابدي اخذ حبه من الشجر. البعض يقول شنو شجر؟ اي نعم شجر. راح اشتغل بالشجر. بالطبخه. لكن شلون راح نشتغل بالشجر بهالطريقه هذه؟ ناخذ الاطراف فقط اللب يموع. اللب بالشجر يموع، طبعا انا من عشاق اللب الخاص بالشجر لكن يعني علاج مباشر لموضوع السكر وارتفاع السكر. علاج مباشر بدون نقاش صيدليه تخص السكر. احنا بس نخلص اضافه الشجر والتقليب الاول راح حتى نسولف على موضوع الكوب ومقاديرها نطرحها امام الشاشه ان شاء الله. ان شاء الله. شكل. هالطريقة. ضيف أيضا الشجر. طبعا تقليبة واحدة حتى بعدها نضيف الرز. تريدين هاي شوية نشفي لها بس هيجي؟ هي عادي. أطيب كبو اليوم ناكل ها؟ صحة وعافية. الله يعافيك. نبدأ احنا نقلب. نقلب الخضروات مع الروبيان بالشكل هذا. اذا انا شفتي طيني ممكن طيني. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدي نقلب الرز الان بهالطريقه. نبدي نقلب ايضا. نبدي نقلب. بهالشكل. مشاهدينا الكرام احنا مخيرين للمعلومه احنا مخيرين باضافه الزنجبيل المفروم، الثوم المفروم مخيرين به لكن احنا ما ضفناه لان مو الكل يحبه. ايضا بنفس الوقت راح اخذ كميه بسيطه من التوابل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا رشه اعشاب بسيطه محمصه. رشه بسيطه التوابل المحمصه. ايضا رشه من البابريكا. بابريكا الحاره بكميه بسيطه. مو كثير. جيب شي فرن نساعدك بيهم. هذول خلص انا ما احتاجهم خليهم هناك ورا.
ما عنديش اليوم. رشة فلفل أسود خفيفة. خفيفة جدا للرائحة فقط مو النكهة. شو راح نسوي هسه احنا؟ نبدي نقلب مرة ثانية. تقليبه بهدوء. نبدي بهالشكل. نضيف الماء. طبعا الماء اللي راح اضيفه هنا اخذ كميه ملح، ما اضيف اتلاف ملح، ضروري بهالمرحله ينضاف. بسم الله. مو كثير، انا ما احب اضيف ملح كثير، دائما اعتمد على نكهه اللحم او الدجاج او الروبيان مثلا او البحريات اللي تكون موجوده عندي هنا بالرز، تعطي نكهه افضل من الملح وتعزز النكهه عندي هنا ايضا. هالشكل هذا ايش راح اسوي؟ راح ابدا اغطيه، او تحريكه بسيطه حتى ينزل الماء للاسفل. ابدا اغطيه بهالشكل. استاذ اعطيني مقاديركم الموصليه. بسم الله. مقادير امامنا راح تكون على الشاشه الان. كوب الموصليه، نعم قدامنا الكوب الموصليه. كوب الموصليه هي عباره عن جريش 1 كيلوغرام. تعي ذكريها انت. جريش 1 كيلوغرام، نعم، والبرغل نص، نعم، ملعقة طعام ملح، ملعقة طعام سوداء، نعم، ولحم أو دجاج صدر. هذا الغطاء الغلاف الحشوة مالتها. الحشوة مالتها سجلنا كيلو، وكيلو لحم ربع، نعم، كيلو لية، نعم، إضافة للبهارات ملعقة طعام وبصل ربع كيلو. نرجع نعيدها، عيدها أنا بطريقة أسرع شوية. جريش 1 كيلوغرام، برغل 500 جرام نصف كيلو، لحم مفروم 250 جرام، او صدر مفروم 250 جرام، المهم لحم ناشف احمر، صدر دجاج او صدر دجاج او لحم احمر ناشف بدون دهن. تمام. ملح حسب الرغبه، احنا نقول ملعقه طعام واحده. الصودا ايضا نضيف ملعقه طعام لو كوب. لا لا، ملعقه كوب. ملعقه كوب. نبدا نخلط كل هاي المواد، وبعد ذلك نضيف مي دافي. تمام. نقلب اول تقريبا، نترك البرغل يرتاح، نرجع بعدها تقريبه ثانيه، راح يحتاج شويه مي من عندي، نعجن ونضيف شويه مي، وبعدها نبدا نفرم العجينه كلها بالمفرمه. هذا كان او عجانه او عجانه. أي. اذا كان لحم مفروم دجاج او لحم، اذا كان لحم او دجاج مفروم نضيفه مع العجينه ونبدا نعجن، ونرجع مره ثانيه نضيف العجانه نعجن العجنه مالتها. طبعا اسماء من تحكي تقول عجانه، لانه تشتغل كميات كبيره، يعني هي مسؤوله عن محل تجهيزات بارز جدا في بغداد، وتخصصها هو بالكبوه اكثر. تمام. شيء فتعجن مثلا فد 20 كيلو برغل مثلا، او 20 كيلو جريش و10 برغل، تضيف لهم مثلا فد 5 كيلو صدر دجاج و5 كيلو لحم احمر. بالتالي هاي يحتاج عجن مو يدوي، يحتاج الى عجن وبالعجانه ومتابعه مستمره. تمام. مع اضافه هي. الملح والصودا والتفاصيل الاخرى. احنا ما يصير نضيف بيكنج باودر مكان صودا؟ لا، لازم صودا. صودا اقوى. صودا اقوى ليش؟ لانه يكون طعمها خفيف. سؤال، شنو فائده الصودا او البيكنج باودر؟ لا، البيكنج باودر ما يرغم لها، تتخمر العجينه. صودا. نعم. الصودا تكون خفيفه، يعني اللي يعاني من شيء بمعدته او القولون او ما تاذي. نعم. الجريش والبر والله انت ثقيل فما ياذي. ليش؟ لان الصودا خفيفه. نعم. تجعل العجين خفيف. والعجين ايضا يكون سهل، يعني يطاوع باليد لما نريد نفرش العجينه او شيء. وما يتاذى، يعني الشخص من ياكله ما يتاذى. ممتاز ممتاز. المشاهدين الكرام، انا عندي رز هنا بدا يغلي، بدا تقريبا يعني غليان سريع، بدا يشرب المي ايضا، فاحنا نحتاج شنو؟ نغطيه. نحتاج انه نغطيه ونترك يكمل الاستواء على نار اقل هدوء. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب هنا ونترك يغلي، نجيب هنا هذا الاناء
ايوه كبير حتى نبدي نسلق بداخله شنو؟ الكبه. خلي ملح وكمل. هسه خلي ملح بس خلي يغلي شويه اكثر. اوكي يعني؟ تمام. هسه نشتغل السراي. ثواني بس. اشتغلي الكبة السراي بس خلي شوية انوه على الطبق الثاني، الطبق الثاني راح يكون هو عبارة عن الستيك، ستيك اللحم. راح ابدي اخذ ستيك اعطيه رشة ملح خفيفة. بهالشكل هذا. كمل عليه. ملح خفيفة، إذا رشة فلفل أسود خفيفة. بهالطريقة. ونتركه يكمل أو ياخذ بهدوء على نار هادئة أو على يعني حرارة الجو ياخذ شوية تتبيلة مال الفلفل الأسود والملح. بس ما عندنا شيء ثاني. نحن بعدها راح ناخذ مقلاة حتى نشوي بيها بسم الله نشوي بيها الستيك. انا اول شيء قبل ما اشوي الستيك راح ابدي اسخن. راح ابدي اخذ قطعه من الشجر. كان البعض يتفاجئ يقول ايش يسوي شيء في راسي؟ يتفاجئ. اقول راح اقطع الشجر واشويه. الشجر راح يكون عندي مشوي بهالشكل هذا. الجزر ايضا راح ابدي انطيه شوي. ممكن نطيه نصف سلق وبعد ذلك نشويه، وممكن لا نشويه مباشره نخليه يبقى بقرمشه لكن ومحافظ على قيمته الغذائيه. لكن احنا شنو حصلنا منه على نكهه او على طعم خاص. ايضا عندي هنا ليمون، اختار الليمونه الذابله اللي عندي موجوده ضروري حتى نبدي نشويها ايضا. يمكن البعض يقول شو نشوي الليمون؟ نعم راح نشويها راح تشاهدون. وعندي بصل هنا، كل هذا راح تكون مرافقه لمن؟ مرافقه للستيك. عندي هنا بدا يسخن. ابدي اضيف شويه زيت. بسم الله. هالشكل هذا. بدا عند الغليان، تقدرين تنزلين الكوباية هسه؟ تمام. يلا. بس اخلي ملح. حطيت ملح. خليت؟ اي. هسه راح اخذها بهذه الطريقة. على كيفك. استاذ ممكن شوية تكون طريقة تنزيلها بالمي. يلا على كيفك. بسم الله. بسم الله. عاشتينك. هاي نتركها بعد راحت هي راح تستوي. هي راح تستوي تصعد. تصعد عاشتي دش. نتركها بعد. خلاص. عندي هنا المقلاة مشاهدينا الكرام. بدأت تسخن. ايش راح نسوي احنا هسه؟ شوي الخضار. نبدي نوضع اول شيء الجزر. الجزر عندي ياخذ وقت. بالشوي. اضيف الجزر. ايضا. اضيف الليمون. نقدر نصيها شوية كبة؟ شوية نص على كبة؟ على الحرارة؟ اي اي نصيت النص. اوكي عندي هنا شجر. ايش عندي هنا هسه؟ الشجر راح اضيفه. طبعا هذه العملية يمكن شوية غريبة، لكن هي العملية الحقيقية هذه اللي ممكن نطلع بها بخضار مشوية كاملة جاهزة وذات قيمة غذائية عالية. عند الرز هنا بدأ ينشف. بسم الله. نبدأ نقلب التقليبة الأخيرة ما قبل ما الكبس نكبسه حتى يكمل استواء الرز. التقليبة الأخيرة حتى الكل يتجانس. عندي هنا الكل يتجانس. بسم الله. نبدي بهالشكل.
خليها على راحتها لو اي لا لا بس لازم احركها شويه يعني. عيد اللقطه استاذ، ممكن الكاميرا هنا عيد اللقطه حتى المشاهد يشوف، يعني اثناء ما تكون بس احركها حتى ما تلصق بالاسفل وبعد يعني يبقى لكم اي فاصل بينات، يبقى الفاصل حتى تستوي الطبقات. عاشتي بك يا ولد، عاشتي بك. طبعا اسماء هذه الافكار احنا بالبيوت ما نسويها من نشتغل، يعني كل اللي نسويه بالبيوت انه نخلي مي وننزل بالكوبات. اي هاي الحركات حركات المعامل والمصانع والتجهيزات الغذائيه، لان نشتغل معلومات جدا مهمه هذه. احنا نشتغل اعداد كبيره، نعم، فلازم اني من اخليها زين دا اخلي 20، نعم، لازم انطي المي فره بسيطه على مود تصعد كل حق تستوي الطبقات البينات ان شاء الله. تحياتنا للشيف قاسم. تسلم. أنا توصل تحياتي. تحياتنا إلك. مبدع هو في كل المجالات. أكيد. بس أكيد. الغريب إنه هو كان أساساً تخصص غربي يعني. غربي. وشغل أماكن عديدة في بغداد. ما أعرف شنو اللي خلاه يهتم بهاي التفاصيل العراقية اللي هي طبعاً كلها ذوق وكلها نكهة. لكن متعبة. طعام الغربي معلوم. أي. لا. واحد اثنين ثلاثة أربعة انتهى الموضوع خلص. هو ما شاء الله عليه يعني. من موسوعة هو موسوعة ما شاء الله موسوعة. الله يحفظه ويوفقه. الله يحفظه ويوفقه يا رب. أنا خليني بس أبدي أقلب الخضروات حتى نبدي بعدها نضيف اللحم. تمام. بسم الله. جزر عندي هنا. بدأ يذبل. الليمون بعد يحتاج ذوقه. الشجر أيضا بدأ ياخذ وجه. طبعا كنا خضروات الى وضعه والى طريقته. ندي عندي بهالشكل وبدينا تقريبا خضراتنا بدها تكون جاهزه مشويه حتى بعدها بدنا نشوي اللحم. طبعا قبل ما نشوي اللحم راح نرجع للكبه. يلا اسمع استوي كبه. هاي كبه السراي. اي راح نبي للسراي. طبعا هي اسماء شو مسويه هنا؟ مسويه مجموعه من الكبه. هاي تذكرين ما تحت موس الحلاق؟ هاي لما كل ساعه ماخذ لك كبه قال لها هي مال مصارين؟ هي مال مصارين. لا هذه هذه الكبه مشاهدين كرام مسلوقه وجاهزه. هذه الكبه مسلوقه وجاهزه. خلينا نكسر واحده. هاي 100% جاهزه. 100% جاهزه. يعني نقدر نذوقها. اي ذوق كامله. بهالشكل هذا. بسم الله. طبعا المخرج يقول الله يساعد قلبه انا بس ابغى هسه ينسي. هاي الكبه. عاش ايدك. صحة وعافية. يا بالمخرج يقول حملني اياه راح انزل اخذها هسه راح احملك اياه. ليش تسوي لها الكبه حتى تسوي عليك تعال شوفي يعني. تمام. صعدت مو؟ اي اي بدات تستوي. علي لي النار شوي يا شيف. عليها النار. علينا النار. شوية بعد اقدر اغطيها. تغطيها ايه صح. يا بس شوف هذا يجعلك هنا. شو بس غير. لا اتغير. بسم الله. اي هذا تمام اشيلك. يرى هذا هو. اي هاي اشيلك اي تمام. يلا. بعدين انا بس اخلص موضوع الخضروات اللي هي تحتاج عندي الى وقت حتى تستوي. ابدي بعدها اشوي اللحم، اللحم حتى لو 50% يؤكل لانه حبل ظهر، انا مستخدم حبل الظهر. حتى لو 50% فيؤكل ويؤكل بسهوله. عندي الليمون ما شاء الله هنيك النفخ. يا ريت استاذ تكون الكاميرا عندي هنا. حتى الخضروات تبين. هالشكل هذا.
عندي هنا اخذ الطبق مال التقليد. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اغطيها وابدي اسحب الخضروات حاجه بعد الاخرى يعني. بسم الله. بسم الله. هذا ليمون مشوي نسحبه بهدوء. شفت شلون صار شكله؟ عشتي لك كرمل. بعد شوي ليمون. شويه بعد. اي غطيها. الشكل هذا الشجر عندي بدا ايضا ياخذ استواء بشكل جيد بهالطريقة. احنا شو نسوي؟ ناخذ قطعة من الطماطم. بسم الله. نشويها لو لا؟ شو تقولين؟ لا ما انه طبق مشوي اكيد مشوي. نشويها يعني ها؟ حلالكم بالطيبة اللي اكلتها هسه توجيني وانا اشتغل، ايش تبين بعد؟ تسلم لي شيف، هذا من ذوقك. عاشت ايدك يعني. وايدك العاش، تسلم. ابدي اسحب الخضروات الان، حاجة حاجة. بسم الله. هذا عندي شجر لا المخرج يسألني يقول ما يعطي مرور الليمون اقول له لا لا راح يتكرمل بعد بس الحل بالعكس يكون طعمه جدا طيب ولذيذ ايه؟ ومكون غذائي وقيمه غذائيه عاليه يكون. هسه احنا بدون سلق هاي الخضروات يعني ما دام بدون سلق يعني محافظه على كل معادن الفيتامينات بداخله. اكيد طبعا. صحيه اكثر. نعم. راح اضيف الان جزر ايضا. اعطيني مكونات كبه سر يا استاذ. ناخذ مكونات حتى تلفين كبه فقط لان ما راح نلحق نسلقها. السلق عادي التشريب سهل. اي. مو صعب؟ لا لا مو صعب. اي. اعطيني المقادير استاذ. مقادير مال كبة السراي. يلا. تعي هنا حتى ذكريها. انت اذكر لي اياها. يلا. نظري ضعيف. جريش 500 غرام برغل 1 كيلو غرام يعني صار العكس عندنا هنا. جريش 500 برغل 1 كيلو. ملح حسب الرغبة. برغل سوداء. جريش نص كيلو برغل ايش قد؟ 100 غرام؟ 100 غرام. 100 غرام. 100 ملح حسب الرغبة. سوداء 2 ملعقة شاي يعني ملعقة كوب واحدة. الحشوة لحم مفروم 1 كيلو غرام. ليه 250 غرام وبصل 250 غرام بهارات 1 ملعقة طعام. نعيدها. جريش 500 غرام برغل 100 غرام ملح حسب الرغبة صودا 1 ملعقة شاي والحشوة مالتنا كالآتي ملح لحم مفروم 1 كيلو غرام ليه 250 غرام بصل 250 غرام وبهارات 1 ملعقة طعام. البهارات احنا سولفنا عليها قبل قليل. اي. حكينا تفاصيلها كلها. ما عليك.
البهارات سولفنا عليها قبل قليل. عشان التفاصيل كلها ونرجع هسه نعيدها مره ثانيه. ها اوكي؟ اي اوكي هي راح اطلعها. خليها شوي تمر بعد اكثر تستوي اكثر مو احسن؟ اكثر كيفك. غطي ارفع ايديها شوي ارفع الغطا ارفع الغطا عفوا بسم الله هاي الكبه بسم الله ما شاء الله لانه نطابق متعدده نار هادئه وفتره اطول بالسلق وصارت عندي من الشكل هذا خليها دقتين ثلاثه حتى تكون مستويه اكثر اي انا اريدك تقصها حتى تشوفوها لا ما نخليها توصل لمرحله انه تنفتح احنا عندنا قطع ستيك طبعا اليوم الكابتن كاميران مسؤول الجيم جيم ما شاء الله عليه شكرا جزيلا تعبناه اليوم الكاميران شكرا جزيلا نبدي احنا نقلب الان ناخذ الطماطه بهالشكل هذا والطريقه هذه البسيطه يلا ابدي لك فيه هسه استاذ نبدي نلف الكبه كبه السراي راح نرجع نعيد هاي اللقطه لما واحد ياخذ كبه قال له هي كل ساعه تاخذ كبه قال له هي مال مصاري تذكرين هي مال مصاري على فكره مشاهدينا الكرام هاي الكبه تراثنا أكيد. تراثنا البغدادي القديم فعلا تراثنا العراقي القديم يعني حتى اكو مفاصل ضحك صارت عليها في مسلسلات كوميديه صار عليها كلام كثير صار عليها اكثر من موضوع يمكن اكو اماكن مشهوره في بغداد مشهوره واحنا نسميها هذا كبه السراي بالنسبه لنا محل يباع فيه الكبه في سوق السراي وما زال اعتقد لحد هذه اللحظه موجود قائم هو ومتميز جدا يعني مطعم متميز جدا بتقديم الكبه بنفس الطعم والنكهه يعتبر نوع من تراثنا يعني واغلب العوائل العراقيه يدخلوها بكل انواع الشوربات هسه الدنيا بارده كل شوربه العدس شوربه الخضروات خضار شوربه التمن كلها شوربه التمن شوربه الماش كلها تنزل بيها كلها قامت تنزل بيها وحتى قاموا يشتغلوا بحجم اصغر يعني اصغر حتى تكون سهل التناول هي الحجم حسب ام البيت يعني نقول اللي هي نعم. اللي تحس لا احنا عندنا هنا مثل ما تشاهدون هاي قطع اللحم بدات تستوي طبعا مطبوخه 80% هو هذا الحجم الاستواء اللي اريداني حتى ما نعبر عندي هنا قطع خليني اضيف ايضا قطعتين ثلاثه عندي الكبه هنا خلص بعدها نطفي عليها اوكي صارت جاهزه طفي عليها خليها هسه مكانها كبه السراي وعندي هنا ايضا مثل ما تشاهدون الرز بدا يكمل استواء بسم الله عندي هنا الرز بده ياخذ تهدير مالته يعني 6 دقائق الى 7 دقائق كم جاهزين ايش قد لفيت الكبه؟ لفيت 3 قطع نرجع نعيد لف الكبه استاذ ممكن؟ يلا اشتغل لف الكبه راح تكون الزايده اشيلها من هنا ارفعها حتى اوصل بها سخن. نعم. هاي الطريقه. هنا يا ريت هنا تلفها حتى الكاميرا تطلعش بالضبط. تمام. هاي اللحم عندي اخذ حسب الكميه مثلا اللي
تريد الكبر مالتها. نعم. راح اخليها بهذه الطريقة. هاي العجينة مالتي. افتحها بشكل خفيف. احاول اخفف الجوانب مالتها والارضية. نعم. اخذ هذه اللحم. هاي الطريقة. بس ادفعي لي شيل نص شوية حتى الكاميرا تاخذ بسهولة. اي. اي. هذا زايد ارفعه. صار عندي كوبا هيك بيها جاهزه. عندي هنا عندي هنا مثل ما تشاهدون نبدأ الآن نسحب قطع اللحم طبخت عندي هنا حتى نبدأ يعني أنا أحاول أسحب القطع واحدة بعد الثانية بعد ما تأخذ التحمير المطلوب لكن الاستواء يكون اكثر من مليون شويه ما راح يكون اكثر والسبب انه حتى احاول احافظ قدر المستطاع على القيمه او النكهه اللي موجوده عندي هنا. احنا نقدر نطلع الكبه مالتنا بعد. نعم؟ الكبه مالتنا نقدر نطلعها للمستوى. هسه انا طلعتها. انا اقدر اطلعها عادي. شلون طلعيها؟ نفاذ الشجر. ها. هسه ذكرني لي شغل هنا هسه نطلعها. بس خليني اشوف موضوع الرز اذا جهز عندي. شكل لا شكل انا احاول قدر المستطاع ان انا ابدي قدر المستطاع انه اسحب القطع اللي سويت حتى ارصها على جانب بسم الله الشكل هذا ايضا عندي هنا راح ادي اخذ قطع لحم اخرى ايضا طبعا احنا القطع كلها متبله ندي بهالشكل الطريقة هذه البسيطة يلا ماكو هنا ثلاجة يلا نبدي احنا شكل نبدي هاو نسحب كل التفاصيل نبدي بهالشكل. سنشرد هاي الكوبايات تخليهن بطبق حتى نقدمهن. تمام. يعني ما راح نلحق نشتغل التفاصيل الثانية. وأيضاً.
شلون نطلع هاي الكوبايه حتى نقطعها؟ بس اخذ هاي الصينيه يعني؟ اكو شيء اخذ هاي الصينيه بس هاي الصينيه ما تدخل جوا هناك. لا لا انا هسه اطلع بيها. يلا خذي هاي خلص. لكن ذاك الطبق الاسود يكون افضل. لا لا عادي هذه. هلو هذا راحتش. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص هاي هي الطبق ما عادش تدش. احنا هسه صفطيها. حاولي تصفطيها هذه كبه. اي نسوي لنا شويه شطحه طماطم وياها هنا. طماطم ليمون بصل. شو بصل؟ اي عشان تملك. شو هذا؟ فلفل ليمون عادي. شكل ها شكلك هنا. عشت شوي خلاص كافي. قدمي لي قدام. تحتاج دقيقتين حتى تكون عندنا جاهزة هذه. تحت الكبة؟ يعني؟ تحت شو؟ هسه راح اقطع الكبة. يلا نقطع. بسم الله. بسم الله. اعطيني الكبة هنا خليني اقطعها. عشان كان راح نقطع الكبة هنا حتى نقدمها في طبق قديم. بسم الله. طبق كبير ماكو ماكو. اكو عندي لا. الطبقه على السلك قطع الكبه نقول بسم الله الرحمن الرحيم. سرطين الكاميرا هنا بدون زحمه. هذه كبه الموصل طبقات. بسم الله. شوفوا مشاهدين الكرام طبقات اللحم. بسم الله ما شاء الله. هاي طبقات اللحم راح نقطعها الان الى اربع. يلا شيل اسماء قطع قطع وصفطينا الطبق بشكل هندسي صفطيهم. بسم الله على كيفك. عاشت ايدك. يلا ما بدي احكيك على ريحه التوابل والبهارات ما شاء الله. اكو فد موضوع يعني نفسيه ابداع عاشت ايدك عليه. ويدك تقول قلبك شوف. الله يوفقك. الله يوفقك ويخليك. اللي بس ندي. اي هذا كافي. ان شاء الله استاذ. خليني بس اسكب الان الرز. خليه هناك بصف العنب. الآن الرز أجهزه في طبق التقديم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. عندي هنا هالطريقة سكبنا الرز. بسم الله. ما شاء الله ريحة جميلة.
مشاهدين كرام هاي الشكل اطباقنا جاهزه. راح نترك طبق الرز الان ثواني فقط استاذ، ثواني فقط استاذ، لسه عندي طبق الستيك، طبق الستيك هاي لسه عندي، هذا طبق الستيك صار جاهز، خلي بس اقدمه هنا. بسم الله بهالشكل اطباقنا صارت جاهزه مشاهدينا الكرام. في نهايه حلقتنا لهذا اليوم اشكر الشيف اسماء، اسماء ولا اسماء اقول شكرا جزيلا اسماء، نورتينا، شكرا لك على هاي النفسيه الطيبه وايضا العمل المتميز. اشكرك، شكرا لحضورك، وايضا اشكر كل اخوتي والزملاء هنا داخل الاستوديو والاستاذ المخرج سعد طاهر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهالشكل احنا اطباقنا صارت جاهزه، اسمحوا لي اودعكم على ملقابكم في الجمعه القادمه، واقول لكم في امان الله.